لفقرة تريدينج سنترال أنا لويل أكوا. بعد انتعاش قوية يوم الثلاثاء تتحول الأسهم الآن إلى المزيد من البيانات لتحديد الاتجاه، هذا لأن المستثمرون لا ينتظرون فقط الميزان التجاري للولايات المتحدة، ولكن في المملكة المتحدة سيقرر البرلمان ما إذا كانت خطة رئيس الوزراء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صالحة أم لا. وفي الوقت نفسه في سوق العملات اليورو أمام الدولار تحت الضغط، بينما الجنيه أمام الدولار الاتجاه السعودي هو السائد. دولار ين الميل لا يزال سعوديا. الدولار الأمريكي أمام النظير الكندي تحت الضغط، مقاومة الزوج عند 1.3415 ولا يزال تحت الضغط، مواقع بيع تحت 1.3415 مع أهداف عند 1.3370 و 1.3345 في الامتداد. البيتكوين أمام الدولار يسود الجانب الأسفل طالما أن المقاومة هي 3941، نقطة من المحورية أيضا 3941. أما الذهب فهو تحت الضغط حيث عبرت المتوسطات المتحركة بعضها البعض إلى الجانب الأسفل، مواقع بيع قصيرة تحت 1320.5 مع أهداف عند 1311 و 1308.5 في الامتداد. أما الفضة فهي تحت الضغط أيضا. Trading Central Web TV لويا لكوا.